توجيه مصر الدعوة لاستضافة القمة الإقليمية الدولية من أجل تناول تطورات مستقبل قضيتنا الفلسطينية. هنا خليني أستأذنكم إن إحنا ربطا ما بين حديث الرئيس ومقابلته مع أنتوني بلينكن وترأس الرئيس النهاردة اجتماع مجلس الأمن القومي، معانا على التليفون الدكتور إكرام بدر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ يوسف والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك دكتور. بالتاكيد يحق للجميع الربط ما بين لقاء الرئيس وحديثه مع بلينكن وما بين ترأسه لاجتماع مجلس الامن القومي بقراراته. كيف يرى ذلك الدكتور اكرام بدر؟ كيف يرى الربط ما بين اجتماعين مجلس الامن القومي مجلس الامن القومي المصري واجتماع مع وزير الخارجيه الامريكي؟ طبعا خلينا نقول ان ده بياتي في اطار الجهود التي تبذلها القياده المصريه والتي تبذلها الدوله المصريه لمسانده الحق الفلسطيني وللحيلوله دون جيت يعني تصعيد اكثر مما حدث واحتواء الموقف بمختلف الطرق والاساليب السياسيه والدبلوماسيه. ويبدو الامر ايضا ان مصر تتحرك على اكثر من محور. المحور الاول هو بالنسبه لمشكله غزه وما يحدث فيها. المحور الاول هو وقف استهداف المدنيين وتوصيل المساعدات الانسانيه والتواصل مع اطراف دوليه واقليميه، وفي هذا الاطار احنا ممكن ننظر الى لقاء السيد الرئيس اليوم مع وزير الخارجيه الامريكي والرسائل التي صدرت من السيد الرئيس، وهي أيضا بالمناسبة ليست موجهة فقط إلى الجانب الأمريكي أو إلى وزير الخارجية الأمريكي، بل أيضا هي نستطيع أن نعتبرها رسائل موجهة إلى العالم ككل. تم التأكيد أيضا على ضرورة إنهاء هذه الحلقة المفرغة، وذلك في اجتماعات مجلس الأمن في اجتماع مجلس الأمن القومي، وأن يكون هناك أفق سياسي. يعني ربما السبب الأساسي لما وصلت إليه الأمور من تدهور هو عدم وجود أفق سياسي، وده يمكن أشار إليه السيد الرئيس غياب الأفق السياسي، وبالتالي من المرغوب فيه سواء إقليميا أو دوليا العمل على التوصل إلى أفق سياسي، وذلك بتطبيق مقررات الشرعية الدولية، وأن يكون هناك سلام عادل يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على المناطق التي احتلت من أرض فلسطين في عام 67، وأن تكون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وده بالمناسبة ما أكدت عليه مصر في مرات سابقة متعددة ومن جانب السيد الرئيس. الحل أمامنا الآن وللمستقبل لكي ننزع فتيل هذه الأزمة وهذه الحلقة المفرغة من العنف الذي يتصاعد من مرحلة إلى أخرى ووصل الآن نقدر نقول إلى قمته، يعني ما يحدث في غزة ومحاولات تفريق قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين ومحاولة تصدير الأزمة إلى دول أخرى، كل ده بيؤدي إلى تفاقم الأمور والتخوف أيضا أن المشكلة أو الأزمة قد لا تقتصر فقط على أطرافها المباشرين يعني على الفلسطينيين وإسرائيل، وإنما التخوف أو خلينا نقول الخيار الأسوأ هو أن يمتد لهيب هذه الأزمة إلى أطراف إقليمية أو أطراف دولية، وفي وقت أيضا توقيت حرج خلينا نقول، يعني العالم الآن مشغول ومنذ أكثر من عام بالأزمة الأوكرانية وما يحدث فيها من تداعيات وتأثيرها على العالم ككل اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، ويبدو الأمر أن العالم الآن قد لا يكون في احتياج إلى أزمة جديدة تزيد من المآسي وتزيد من الأضرار والتحديات والمصاعب التي واجهها العالم ككل. وفي هذا الإطار احنا ممكن نفهم أهمية اجتماع السيد الرئيس اليوم ورئاسته لاجتماع مجلس الأمن القومي وما تم فيه التأكيد على توصيل المساعدات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين، خصوصا من الأمور بلغت درجة كبيرة من العنف حتى بالمخالفة لأحكام القانون الدولي وقوانين الحرب واتفاقية جنيف التي تضع مسؤوليات معينة لسلطات الاحتلال
في مواجهة المدنيين، وألا يقتصر الأمر على الإرادة المنفردة. وده يمكن الإطار اللي بتسعى فيه الدولة المصرية والقيادة المصرية لمحاولة إيقاف هذه الحلقة المتزايدة والمتصاعدة من العنف ضد الأشقاء الفلسطينيين في غزة. وأيضا تم التأكيد على فكرة جوهرية، وهي أن أمن مصر القومي خط أحمر، وأن مصر لن تسمح بانتهاك هذا الأمن القومي بأي حال من الأحوال. ودي أيضا رسالة طمأنة للجميع، وربما بيتفق فيها أيضا الإخوة الفلسطينيين. أشكرك يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.